كترجع ديك الليلة الصغيرة الدار عادي من هكا محمد الغاوي، مرحبا بنا عندك في المنزل ديالك وكنشكرك على الاستضافه هنا في الدار ديالك وعلى قناه الدار. مرحبا بك وشهر مبارك سعيد. مرحبا بكم، مرحبا بالسي عقيل، مرحبا بقناه الدار، وهذا بيتكم، وشهر مبارك سعيد من خلال الموقع الدار. كنتمنى لجميع المغاربه اللي كيشاهدونا شهر مبارك سعيد بالصحه وبالسلامه وباليمن وبالخير والمكرومات، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ الوطن ديالنا وبلادنا ويحفظ سيدنا الله ينصره، ويكون هذا البلد دائما آمن مستقر تحت الرعاية السامية، ونكون كلنا الحمد لله يعني المغاربة متآزرين متضامنين. ودائما المغاربة كيبينوا في هذا الشهر الفضيل وعلى مدار السنة التآزر والتكافل ومساعدة الغير، وهذا هما شيم المغاربة. نعم سيدي محمد الغاوي، كما قلت لك في البدايه، ما عرفتش علاش انا فيما كيجي رمضان كنتفكر بمسلسل راضيه للكبير محمود العاطفي، واللي انت فعلا فيه هذه النوستالجيا ديالي الشخصيه، النوستالجيا ديالك وديال لا جينيراسيون ديالك. وانا فعلا هذا المسلسل عنده واحد الاثر يعني طيب في نفسي، لانه كنت دخلت لهذه التجربه هذه مع السي عاطفي والمرحوم السي محمد احمد البصري المؤلف. تجربة وانا متخوف منها، لان كانوا بعض الاخوان تيقول لي واش بينكم شي تمثيل، انت دابا كتعمل الغناء وهذا، وعملت تجربة وانا كنصور معاهم وما كاينش ذاك الاقتناع يعني 100%. فمن حسن الصدف ان ذاك المسلسل كان تذاع في شهر رمضان، وليت كنلقى مشكلة ملي كنخرج للسوق ولا نتقدى ولا الناس فين ما ويا الولاد وعيلي تنقولوا التمثيل كاع فيها تبارك الله. فهذاك المسلسل كان فيه واحد الصدق، كانوا مجموعه الممثلين ساعه، كان السي الخياري اول مره كيبان في التلفزيون، فهمتيني، اول مره بان في معايا كيعني كبطوله، وكانوا وجوه جديده وما شاء الله باقي الان. دابا داس عليه تقريبا علينا 30 سنة وباقي الآن، باقي الآن كيذكروني به الناس وباقي كيتذكروا، لأنه شي حويجات اللي تيكونوا صادقين، وخاصة وأن المسلسل تصور في الأرض وتصور في الفلاحة وفي وسط الناس يعني الفلاحين، وفي وسط وكان ذاك العام كانت كما تقول واحد الصابة، كان عام رائع في الغرب، النواحي ديال القنيطرة والغرب وسيدي سليمان وسيدي يحيى. فهذاك المسلسل بقى تاريخي، وكنتمنى انه يعاودوا يعيدوا المشاهدين يشوفوه باش هاد الاجيال هادو الدراري الصغار يشوفوها. نعم، هو كيتعاود في المواقع الاجتماعيه، في المواقع في نعم نعم، الناس كيعاودوا في الصفحات المختصه واللي محبه للاعلام. نعم، والفن كيتعاودوه. سي محمد الغاوي، يعني والطقوس ديال رمضان دائما اللمسه المغربيه حاضره عندك. هو رمضان الحمد لله هو شهر المكرمات، شهر الغفران، شهر التقى، شهر التآزر، يعني التكافل، المصالحة مع الناس، والمصالحة مع النفس، والمصالحة مع الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أنا لما كنمشي للمسجد وكنلقاه غاص
وكنلقى الناس كيفرشوا كيصليوا على برا خارج المسجد، كنقول الحمد لله هذه من نعم الله تعالى، انه الله سبحانه وتعالى اعطانا الاسلام اللي هو دين المحبه ودين الرحمه. والجميل ان الشباب كتلقاهم كيمشيو للمساجد بواحد الشكل يعني حقا يعني تشمئز له الابدان. اما الجاليه ديالنا خارج الوطن ما شاء الله، والله ما مشيتي بكري لا لقيتي البلاصه. انا كنتحلي الفرص كنمشي بزاف للخارج وكنصلي الجمعات في اوروبا، خصك تمشي قبل بساعتين باش تلقى شنو غير الشباب. وما شاء الله ان الحمد لله هذه مفخره ان الدين ديالنا الحمد لله يعني عنده واحد المكانه، وحتى الاجانب كيوقفوا منبهرين لما كيشوفوا الناس مفرشين الشوارع وكيصليوا وموجهين وجههم الله سبحانه وتعالى، فهذه مكرومه. اضافه لان رمضان المغاربه كلهم ما كيختلفوش في الطقوس الرمضانيه في الاجتماعات العائليه في المائده ديالنا، لان المائده المغربيه احسن مائده في العالم. هذه راه ماشي، هذه راه بشهاده هذوك الكبار ديال المطابخ، تيقول لك على ان المطبخ المغربي احسن مطبخ في العالم، كتلقاه متنوع والله تيجعل البركه. كتلقى الناس كلهم في رمضان كتلقى المائده ديالهم كلها ها الحريره ها الشباكيه ها التمر ها الحليب ها العواصير ها العام سيدي الخيرات، وهذا من فضل الله تعالى. اما الخيرات الكبيره وهي التراويح، من الناس كتشوفهم غير كيصليو غير كيؤدوا العشاء كتلقاهم كيتسابقوا باش كيمشيو يؤديوا المناسك ديالهم. فهذه شيء يعني الحمد لله على هذه الارض. وراه هضرنا قبل ما نبداو التصوير هضرنا على الطقوس ديال رمضان المغاربه، الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. سي محمد انا دائما متبعك في مواقع التواصل الاجتماعي الحساب ديالك، دائما الحمد لله في جولات على برا وفي زيارات لبرا. قصه محمد الغاوي والغربه والهجره والمهاجرين. الغربه هذه اغنيه كنعتبرها اولا المفتاح ديال الشهره، وجابها الله سبحانه وتعالى. هذيك لما كانت معذره لما كانت الاذاعه والتلفزيون كانوا نظموا واحد المسابقه سميتها اضواء المدينه. اضواء المدينه، انا قبل اضواء المدينه كنت في برنامج مواهب مع السي عبد النبي الجراري. ف سنة 1978 79 الإذاعة انضمت واحد المسابقة سمتها أضواء المدينة، اكتشاف الأصوات الغنائية عبر ربوع المملكة. فتقدمت أنا مدينة الرباط وسلا مع مجموعة من الإخوان ونجحت، وكانت إلى جانبي الأخت رجاء بالمليح الله يرحمها اللي كانت تقدمت على مدينة الدار البيضاء، والمغرب كله شارك. فكنا كنعملوا اقصائيات بحال تورنوا ديال الفوتبول بحال الربوع نيتومون الربوع كذا كذا كذا، بقينا في النهايه 14 صوت، وكانت النهايه غتكون في مسرح محمد الخامس. الحمد لله جاب الله التيسير، فزنا كاحسن صوت باغنيه محمد عبد الوهاب مضناك جفاه مرقده، ورجاء بالمليح الله يرحمه باغنيه وحقك انت المنى والطلب ديال ام كلثوم. فالاذاعه مشكوره كانوا وعدونا على ان الفائزين غادي يسجلوا لهم اغاني، فاتصلوا بي ديك الساعه الاذاعه قسم الموسيقى اللي كان كيرأسه السي احمد البيضاوي، قال لي راه حنا عندنا تعليمات باش نسجل لكم اغنيه، ولكن سير شوف الملحن اللي بغيتي وشوف الكلمات، حنا غنعطيوك الجوق وغادي نتكلفوا بالمصاريف ديال الاغنيه، ولكن كيبقى التنقيب والاختيار انت ديالك. فانا ديك الساعه كانت عندي علاقه يعني ديال الطفوله مع الملحن الله يرحمه اللي عاد توفى مؤخرا السي محمد بالخياط الله يرحمه، لان هذاك تنعتبرو اخ تقريبا 10 ديال نصف قرن ملي كنا صغار في البرنامج ديال المواهب. فقلت له انا راه غادي نعمل معاك اغنيه اللي وعدتنا بها الاذاعه. قال لي بقى مشكل ديال الكلمات، سير شوف لي شي موضوع شي كلمات.
ديك الساعه كان محمد حميد العلوي الله يرحمه هو المدير ديال اضواء المدينه، هو المشرف على هذه التظاهره، وكان صديق حميم ديال علي الحداني، كانوا كيجلسوا في مقهى باليما في الرباط. فانا ما عرفتش كيفاش لعبت كبير، اول مره بغيت علي الحداني وتنشوف الطيب العلاج، كنشوف تحنا المغرب، بديت كنلعب مع الكبار، وديك الساعه كانوا غير يعني العباقره، كان عبد الهادي بالخياط في القمه، كان عبد الوهاب الدكالي، كان اسماعيل، كانت نعيمه سميح، اسمه محمد الحياني، والاغنيه المغربيه في الطوب ديك الساعه، الطوب يعني كانت ديك الساعه واحد المنافسه ما بين المطربين، شكون اللي غادي يخرج احسن اغنيه، وفي نهايه السنه كتكون احسن اغنيه الموسم. فقلت لحميد العلوي واش يمكن لك تهضر لي مع السي علي الحداني، وقال لي واش نقول لك الحداني صعيب شويه. شوف راه حنا كنجلسوا في 12 في بالي ما دير شي دوزه بحال راه غيدايز، واجي نشوف. المهم خليتهم سمرت عليهم حتى كانوا جالسين في بالي ما، وجيت تجسست عليهم وجلست تعرف عداني كيبغي تاع عاد يجلس معاه، تيجلس بحال الامبراطور جالس في بالي ما، تيجلسوا واحد ثلاثه صحابو. ديك الساعه كان كيجي محجوب الراجي، محمد حامد العلوي، حمد العلوي، طيب صديقي ملي كيجي من الدار البيضاء الرباط كيجلس معاهم، كيقولوا بحال الاسود، ممنوع شي واحد يخترق ذاك. فجيت انا بواحد هذا باقي صغير، جيت جلست معاهم. قال حامد العلوي هذا راه هو الشاب اللي فاز في الرباط وكذا الى اخره، وتيهضر معايا بواحد يعني بواحد تباعد يعني. فانا شويه الذكاء وشويه بقيت كنتقرب كذا كذا الى اخره. جا حميد العلوي قالوا الله يطول عمرك في اطار المساعده وانت كتساعد الشباب وكذا، انه تعطيه شي كلمات يغنيهم. بقى كيشوف فيا قال لي وشوف غادي نديرو شي جلسه، شكون الملحن قال لي اللي كتبغيتي؟ قلت له محمد بالخياط. قال لي ما عرفتوش. ديك الساعه كيتعامل هو مع عبد القادر الرشدي ومع عبد القادر الوهبي، حسن القدميري، وعاد بدا شويه مع مولاي احمد العلوي، راجل عنده اربعه ولا خمسه الناس، ما يمكنش يعني البريمير ديفيزيون، ما كاينش ما كاينش القسم الوطني الثاني، الهوات ما كاين، لا والو، تيلعب مع البريمير ديفيزيون. حميد العلوي الله يجازيه بخير الله يرحمه، قال له اليوم نديروا شي جلسه عندي في الدار ابتداء من الخمسه، ويجيب الملحين ديالو، وحنا ما خاسرين والو، غادي نجربوهم، الا هما استطاعوا يقنعونا، ما قنعوكش انت كاع علي الحداني، قال له ما قلت عيب. تلقينا في الدار ديال حميد العلوي في شارع علي بن عبد الله في الرباط، وانا طبعا خبرت السي محمد بالخياط، قلت له راه عندنا واحد الامتحان اليوم مع السي علي الحداني. علي الحداني كاع، قلت له نطلبوا الله سبحانه. مشينا سيدي جلسنا عند حميد العلوي في الدار، هما جالسين في واحد القنيت، وكانوا بعض الاخوان الصحفيين ديك الساعه جالسين معنا، اعتقد رشيد الصباحي، محمد البوكيلي، حجي اللي كان في الاذاعه السي حجي، وفاطمه المقدادي كانت ديك الساعه زوجة السي حميد العلوي. هما جالسين له الصالون، حنا جالسين انا والسي محمد الخياط، انا القسم الوطني الثاني القنيت. فعلي الحداني جبد من جيبه ورقه فيها اغنيه الغربه والعشق القادي، قالنا هذه الاغنيه غنعطيها لكم دابا وغتختاليو بعضياتكم، الا قنعتوني الان واش الطريقه كيفاش غادي تلحنوها وكذا، ما قنعتوش ردوا لي كلامي. فعطيتها للسي محمد بالخياط وانا جالس حداه، بقينا كنقرا تندرسوها انا وياه، هما خلاص مشاغلين علينا في عالمهم وحنا في عالمنا، انا والسي محمد بالخياط. بدا السي محمد ما شاء الله الله يرحمه كيطلع معاه بعيني ويهبط، طلع ويهبط وانا كنشوف فيه، كيسولني كذا كنتناقشوا، قال لي قول لهم يتصنتوا صافي شي ساعة المكان، قال لي قول لهم يسمعونا. قبضت الاغنية، بدا بديك الطريقة ديال الوتر، ددن 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 كندير، وبدا علي الحداني كيبكي، ما غير فيه والو، شي حاجة بسيطة، شي بحال ديك الجبال
كيقول له جبال الحداني قال له قول عبر على الجبال جبال. هذه هي الملاحظه اللي كانت. بدا الحداني كيبكي قلنا عمرني في حياتي تعاملت مع البريمير ديفيزيون مع الكبار عمر شي واحد ما بكاني. هذا الراجل بكاني هذه الاغنيه كنعطيها لكم هديه والله يعاونكم والله يسهل عليكم. وهذا هذه ربي سخر فيها مفتاح الخير مفتاح الخير. ومشيت من بعد ذلك لقسم الموسيقى وترجيت السي احمد البيضاوي مع السي عبد القادر الرجي كان هو الرئيس. السي احمد البيضاوي كانوا غادي يعطيونا جوق جهوي رغبته قلت له الله يكثر خيرك راه عندي السيد بالخياط راه معاق وباش يسافر يمشي حتى لهذا. فربي سخر وعطاونا الجوق الوطني كتجربه. دخلنا مع الجوق الوطني ديك الساعه ب 1982 بدايه 83 عطاونا الجوق الوطني. فاش غنقول لك الجوق الوطني راه كلهم اساتذه راه غير طنطاوي طنطاوي وسلام والحجوي وميسور والعامري وبالمهدي والجوق الوطني راه كتعرف شنو. فتا هما نفس القضيه راه تا هما بحال داخل عاوتاني امتحان اخر عصبه الا ما عجبتيهم شيء والله لا غنيتي معاهم هذوك العصبه الاحتراف الاحتراف هذوك دخلتي لعند القجاع وداك الشيء ديال ف بدينا كنمرنوا الحصه الاولى دخلنا له في قلبهم. كتكون الاستراحه مع ال11 بكثره اللي عجبهم العمل تيقولوا بلاش بلاش خلينا زيدنا راه زيدنا الجمله الثانيه نحفظوها حيت ما كانوش كيحفظوا بالنوطه كانوا كيحفظوا غير بالسمع. ولكن ملي كيحطوا لك هذا ما شاء الله احتضنونا ولينا بحال ولادهم. وانا ربطت واحد العلاقه واحد كبيره مع الجوق الوطني بحيث بعد ذلك جميع السفريات الجولات ديما سميتي كتحط مع الكبار. وداك السنه كانت مسابقه ديال احسن اغنيه كانوا نازلين الاغاني الكبار وكانت الغربه عشر هذه هي الاولى. فهذه هي البدايه. انا طولت شويه ولكن هادشي الناس كيبغيو هاد السرد هادشي تنعطيك هادو حقائق عشناهم. والله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يسر لك شي حاجه راه كيعمل لها الاسباب. وهاد الاغنيه كما بكات المرحوم علي الحداني بكات العديد من المغاربه وانت كنت تشاهد المسارح في باريس نعم. امستردام وفي بلجيكا نعم. هاد الاغنيه ما خليت بها حتى شي العالم كله تقريبا الدول العربيه الولايات المتحده الامريكيه اوروبا كذا. وبقى الان رغم ان عندها في عمرها اكثر من 30 سنه ولكن بقى الان عندها الصدى الطيب ديالها. ورغم انني سجلت تقريبا مورها تقريبا شي 80 اغنيه ولكن هذه الاغنيه بقات دائما هي داك لو تيكي داك البصمه ديال العبد الضعيف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.